السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة فيديو جديد، فيديو من داخل المغسلة عند الكابتن أحمد اللي منورنا ومشرفنا. كل سنة طيبين ورمضان كريم على كل الناس اللي بتابعنا على القناة. قبل ما تسمع الفيديو ده، لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات. خش عند عاصم. عاصم بيه صباح الفل او مساء الخير. هنا المرحلة التنظيف من جوه يا جماعة، مرحلة التنظيف من الداخل، تمام؟ بيشمط الهواء الأول والتراب من المدخل من جوه، تمام؟ وهنا بياخد الوش من بره بالمية، وبعد كده بيرجع يعمل بالصابون، تمام؟ هنا شغل من الآخر، فاخر من الآخر. الله ينور. رمضان كريم على كل الناس اللي بتتابعنا بقى على القناة. باشا زي ما انت حضرتكم شايفين كده يا جماعة، فخامة وشياكة وأناقة. العربية بتطلع فابريكا، بسم الله ما شاء الله. الله ينور. باشا مصر الأول. هنا المرحلة بننظف من جوه الأول تحت الكراسي، تمام؟ بنشفط التراب بالمكنة بالمكنسة، صح كده؟ صح يا وحش؟ أهو زي ما حضراتكم شايفين كده، مرحلة شفط التراب. وهنا الباشا الكبير، باشا مصر، بينظف من الميه الاول، تمام؟ نور يا استاذ احمد، كل سنة وانت طيب. بتسمع من صوت الموتور. مساء الخير على كل الناس اللي بتتابعنا في القناة. انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الجديد عندنا وبس، الجديد هنا وبس، هنا واحد بس. ان شاء الله انا اخد العربيه دي انضفها الاول. انا نعم. هنا المعدات يا جماعه، هنا زي ما انتم شايفين، تمام؟ شغل هنا بقى بالمية، بيعمل رغاء يعني فوم زي الفوم كده. الله ينور. شغل فاخر من الاخر. الله ينور. ابيض عليك. خلصت كده ولا ايه؟ ماشي يا نجم. نجم مصر الاول. خمن العربيه اللي ورا. استنى كده، وعطاها الميه الاول عشان يطلع التراب الاول، وبعد كده يخش بالصابون بالفوم، تمام؟ لازم الاول تاخد ميه الاول، تمام؟ عشان تنضف من بره التراب. الله ينور. كل يوم هتسمعوا جديد، فيديوهات جديده مختلفه عن كل القنوات يا جماعه. احنا نختلف عن الاخرين، كل يوم في جديد، كل يوم في فيديوهات جديده، تمام؟ من كل مكان، اي حاجه هتعجبك، كل حاجه هتعجبك. انزل كده واشترك بالقناه عشان كل يوم في جديد، كل يوم. كل يوم فيديوهات مختلفه. الله ينور. ابيض. الله ينور. احلى. كل سنه طيبين. الناس كلها هتصوم بكره ان شاء الله. اخر يوم في شعبان النهارده. بكره بقى والرمضان. كل سنه طيبين ورمضان كريم يا رب، وربنا يقعد على الناس كلها بخير يا رب، ويكرم الجميع يا رب.
قلبي اهو، قلبي يا ناس، ايه الحلاوه دي والطعام؟ ايه الشياكه دي كلها؟ اتجنن واجنن الناس معايا. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الشياكه دي؟ مين؟ ايوه يا وحش، انا هنا اهو. ايوه يا وحش، الله ينور. ابو عاصم واحد بس. الله ينور يا نجم، حلاوتك حلاوتك وشياكتك واناقتك، ايه الحلاوه دي كلها؟ شايفين يا جماعه الطينة تنزل ازاي؟ الله، وحش الكون. ايوه يا وحش، الله ينور. ايه الحلاوه دي كلها؟ العربية بتطلع مزيكا، بتطلع بتتدلع. العربية هنا بتطلع بتتدلع، شايفين؟ شايفين الشياكة والأناقة يا جماعة؟ اخبط اللايك المتين، انزل. اتفرج، شايفين؟ شايفين الحلاوة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ العربية بتطلع زيرو. والله والله العظيم بجد يا جماعة، شغل على مية بيضة، بالآخر. من الاخر الجديد كله عندنا، صح ولا يا معلم؟ اديله. الشياكه والاناقه كلها، جمال. العربيه تطلع زي الورد، بسم الله ما شاء الله، الله ينور. شايفين يا جماعه؟ اقسم بالله مش اي حد، مش اي حد يغسل عربيات، اقسم بالله مش اي حد يغسل عربيات. الموضوع مش سهل، الموضوع مش شويه ميه ترميهم وخلاص، الموضوع مش شويه ميه ترميهم وخلاص على كده، لا. الغسيل فن، مش عن عن. الغسيل فن، مش عن عن يا جماعه. شايفين العربيات بتطلع ازاي؟ شايفين؟ شايف؟ الغسيل فن، مش عن عن. شايفين بقى؟ بيطلع كل ال اسمه ايه ده؟ اسمه ايه يا معلم؟ بيطلع الفرش كله عشان يضربها من جوه، شايفين؟ بيطلع الجلخ، الجلخ اللي بقى له 20 سنه في قلب العربيه، بيخليها تطلع كانها لسه طالعه من المصنع. ابيض، اخبط اللايك. الله ينور يا وحش، الله ينور. ايه ده؟ شايفين؟ العربية بتطلع زيرو زيرو،